حضر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفل تخرج كريمته سمو الشيخة فاطمة الدانة بنت سلمان بن حمد الخليفة من مدرسة الرفاعة فيوزا الدولية. خلال الحفل الذي قامته المدرسة لتخريج دفعة 2017 التي ضمت 23 خريجاً، كما حضر الحفل عدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وعدد من كبار المسؤولين. وقد هنأ صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كريمته سمو الشيخة فاطمة الدانة وخريجي الدفعة، وأعرب سموه عن خالص تمنياته للطلبة الخريجين دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية المقبلة. كما توجه سموه بالشكر والتقدير للهيئة الإدارية والتعليمية بمدرسة الرفاعة فيوزا الدولية على ما بذلوه من جهود كبيرة مع طلبة هذه الدفعة ودورهم في تحفيز الطلبة وتشجيعهم على النجاح والتفوق. هذا وقد تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء التهنئة والتبريكات بمناسبة تخرج كريمته سمو الشيخة فاطمة الدانة من كبار الحضور والهيئتين الإدارية والتعليمية بمدرسة الرفاع فيوزا الدولية، معربا سموه عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الطيبة في هذه المناسبة السعيدة.